رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ. وباب يهي وحي كيمت في استلام الحجر لغحي مسح الديسة الأسود أمدوبا وتقبيله يضم كشديس وما يقال وحل رهيو حينئذ مركا إلى آخرين له. استلام كوح لغوضة بمعنى قعن مرين تالي لهذا إن قعن تلا مريو أولوغو مصحو لتابسيو لغا حمدو تاب الشديسة أما قعن مرين تيسة يدونك الشديسة يمحل رهي. تفصيل حديث تقلين دونتا لكن ترجمة ده iy ahadiistu waxay ka hadlayso ahadiista ka guda balaadhano xaalada iyo suwar kala gadisan bay u sameeyneysa. An ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala wa huwa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulku wuxuu yiri yaati waha imanaya hada alhajaru dhagaxana imanaya yawmal qiyamati malinta qiyamada lahu isagoo ay u sugnadeen aynaani laba indhood labada indhood oo yubsiru wax ku arkayo bihima iyaga iyo walisaanun carab oo yantiqu uu ku hadlayo bihi isaga yashhadu wuxuu u markhaati furayaa ama yashhadu xaalu u markhaati furayo liman ciddi istalamahu gacanta marisay bixaqin xaqna ku gacan marisay. Tayib, حق انت وحل جودا بمعنى طريق صحة هي بدون الرياء سواء استوستوس هي اسم قشينا ينكاء هاي طريق صحسن كعنت كمرية كتبت روى حوري أحمد وابن ماجه والترمذي. ترمذي مركو حديث كوري كذب وتحسيني وحكله صحيحين ابن حبان حاكم الذهبي شيخ الباني iyo sidoo kale Sheikh Shu'aib al-Arnaut. Xadiidku marka waa sugan yahay wuxuuna hadda u deliishanayaa yashhadu liman istalamahu, marka istilaamu al-xajar al-aswad waa muxuu ahay halkaas ka deliishanaya. Xadiidkuse wuxuu ku tusayaa oo sidoo kale loo deliishadaa waa xadiista ku soo aroortay fadliga uu leeyahay taabashada ama gacan marinta dhagaxa madow oo inuu u markhaati furi doono dadka taabanaya ee masaxaya ayuu ku tusaya maalinta qiyaamada inuu markhaati furay. Wacan cumar radiyallahu tacaala canhu annahu isagu kaana wuxuu ahaa cumar yuqabilu mid dhunkada alxajara dhagaxu dhunkan jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray إني أن أقول لا أعلم وحان أغهي أنك أذوق حجر إن ضيعته ولا تضر أن وحدي بين ولا تنفع لا تضر وحدي بميسد محمد بي كرتيد لا تضر دي بميسد وحدي باتا أمله وحد دي بكرت مجر ولا تنفع من أنفع يعني أذيق الله فهانت هذا دي بيديف ما هي سدوه. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين تشيري لهين أني أن أقول رأيت إن أنا أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقبلك كردن كان ينا ما قبلتك كمردن كذين هدانا النبي محمد كود ينا صلى الله عليه وسلم أو يسوق كردن كان يا أنا أركي لهين كما بردن كذين بنان كان كامبر الهوى. طيب روى الجماعة باورسي. طيب وحتى الماما يا مركا هذا ميش اللي قدر يشان أيوه
أنه كان يقبل الحجر الأسود ودون كنشري وحون الشيغي إنو النبي ودون كنشري صلى الله عليه وسلم مركتا سنوا ودون كشدي وطهراء واستلام كواق عن مرينت إيو قعانت والله قطابته كان وحو تلمام يا إن لدون كني إساق لفتيس لقاح لفتيس والا دون كني طيب وهذه سورة ودوه حديث كوحا كلاو فائدين يا كتوس يا معناها قيمة بدن إيمانك يتوحيد كقالقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة ديسة كتربية طبعا قرآن كأصلوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نلشيسي أدو مسألة حوك أصارة حتى حليدي أقدم بي نلشيسي أقدم بيسا حتى واكدر دارمي وآئن لا إله إلا هو مد التوحيد كير وحكستو داوي عكر التوحيد كنا إن لا إله إلا هو والشركيات كايو مخلوقات كلا إن وح لموده ووحينا أودي كرين لا جرسده تصب أدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا حمدو وأقول ككركي سوحيالها يالا وح أوقفه لبضم بكمدي حديث علماء القاركود اي سوغيان بانا وحا كوسغان انو اصلكي سبا جنود لغا كيناي اسغو سيداس حدنا عمر وحو ليهي دبنا ما هيسيد ديفنا ما هيسيد وحانو كو دونكنينا وا اني محمد بان كو ديناينا لكن ما انا لا فهانتا دب دب كاغا دب كاغا كبقين اما ديف اد نو هيسين اد نسيناي سما وان دغه خمبات سيدا كلا دغه خمبات اي بولي وانا سيدا عقيده صحدا hadii dhagax xumad uu sidaas u yahay marka wixii dhagax xumad uu ka soo haray dhulka korkiisa yaalay waa ka sii xaq jira marka wala qabri wala geed wala muxuu ahay wax dhib iyo dheef hayaa ma jiro ilaahay gacantiisa ku jiraan wax walba isagaana laga raadsada wixii wanaaga wixii dhibana isaga laga carra ama makhluuqaat kan kale waxba ma haya hatta hadii fadli gooniye leeyihiin fadli buu leeyahay macnaheedu ma aha waxba gacantiisa ku jira فضل بوليه هاي معناه يضمها وحراك عندي سكوتش ونبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وخلقك وقف فضل بنا باوحوا لها عرب قريش انتو اسقوا يا ري وقبدي سقوا يا ري وقرابدي سقوا يا ري وكل وحن ادين هلي كلمة شري نفتي النار كبد بادية ها وفاضم وانت النولة هاي حولها يديزو لكن انا وحبك الهي اكتس كاقوا قوان كرين نفت هذا النار كبد بادية marka salaatu rabbi wa salaam alayh mabda'a wa mabda'i sahabaada iyo umadu soo kala gaadhay laakin in qubur iyo xawaala iyo meed dhintay iyo geedo iyo ila had la gaadho la ilaahdo yaani wax kasto ictiqaadi sabab wax ku anfacaaya adu iska ictiqaad uu dhagaxan meesha yalla daas tiraa waxba ku taray oo aqeedadaasi ku gash nafciga wad uu ka heli ilaahay arkaas la gaad marka waa diin xoo meesha ugu dambeysa wa dibi ya dhef ima haysid wa waxa ku soo aroray haakim aktiisa oo haakim wariyay Umar markuu hadalka yiri inuu Cali ibn Abi Talib warkiisa ictiraaday oo uu yiri bal yadurru wa yanfa ha dagaxan madawi Umar uu dib iyo dheef ma haya tiri laakiin dibnu uu haya dheefna waa haya uu dibi uu anfici wuxuu keenay marka xadiis ياتي يوم القيامه باللسان ذلق بغا حمدو ايمان دونا مالنت قيامه العرب ولا ايمان دونا يعني وددك عمر خاطي كعي حديث كاسو كان ارنتا كوسابسن علي بن ابي طالب انو هادلك عمر بوريي او حديثك كبوريي واخ جيره ما سند ضعيف يكوسو ارورتي ونين ليره واخا كجيره ابو هارون العبدي او ساقطه سيده الذهب لي بمعنى وضعيف جدا وحانو براروجين يا ددك قار كود بان كلا ساري كرين محان سوغن يا محان سوغني marka warka aan waxba ka jirno Cali ka sugnay baa laga yaaba intay qaataan in yiraahdaan hada Cali baa wasugay baa inuu dib iyo dheef leey wax jirna ma wax sugan ma tayib ay mid hadiis ku way burinay wa Cali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa su'ila isagoo la waydiyay an istilam al-hajri dagaxa istilamidiisa iy gacan marintiisa ayaa faqala wuxuu raaytu waxaan arkay rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam oo yastalimuhu gacanta marinay wa yuqabbiluhu oo dhunkanaya
رواه البخاري باوي وعن نافع وحل قول قال وحل رأيت وحنرك ابن عمر أيانك رضي الله تعالى عنهما يستلم إسقوق عن مرنا الحجر دقح بيده يستلم إسقوق السلام يوي يستلم إسقوق تابنا الحجر دقح بيده قعنتيس ثم كذبنا قبل وحل كذي يده قعنتيس وقال وحل يري ما تركته كمتق أرنك إسقوق منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنتي أن أرك الرسول كأو يفعله سميني لقصوا بالله مركا النبي قو سميني أركي إلا هذا ولقي كما تقول متفق عليه يعني وعيت الماميسة ودور أوه إنا ضيح اللفتي صدون كتو كو هذي كسو روبي ويدو إن آد قعنت مريس وقعنت كتابته كدي من آد قعنتي دون كتو هذي كسو روبي ويدو وينو إيمان دون تاي قل إيا واحد ديروك لإنتاد كتابته إن آد شيغ اللفتي سي دون كتو هذي كسو روبي ويدو مركا ووتيكي دون ناي بنان كات كمريسا كدي من قعنت آدو تاقيسا الله أكبر بالله قعنت آد تاكتي ما دون كنيس وحل دون كان يو أما وادق حلفتي سي أما واحد عك دق حتابتي وأما قعنت هذا أما قل آد وضطا وحي دقات كتابات دقاح السقا وضو كان كرت لكن هذا دقاح يبطابنون وكوسو رويدو قعنت آتاكتو يدو مرتي قعنت هذا دون كشام ولي مرتي ما بعضهم كتابانين محاد دون كانه طيب سلاسو مركت المامي يعني وحوي نبي صلى الله عليه وسلم محوها هاي قعنتو كتابتي كدي من قعنتي بودون كذي طيب وحا يدنا سو أرورتي دقاح المدو إن لغو سجودة واللفتيس وبكسي حيال دير بردون كشدي تا إيادا حديث بيكوسو أرورتي سي حديث اللي سكو خلاف سنية هاي هي السقنانتيس لك شيخ الباني وحو ليه حديث كوا السقنية وحاك لو لقور يا عبد الله بن عباس يا عمر بن الخطاب إنا السمين شري سيدانا وحا قبار دقاح مدو إن لغو سجودي وكركيس لغو سجودي الإمام الشافعي أحمد بن حنبل يا ابن المنذر يا غير كود باقلا آثار تاسي ابن عباس يا عمر يا حديث كاسي حديث اللي سكوه يستو أي أدلي شنية مركا وحيلي هو مشروع هو لغو السجودة يا شافعي هذا أكتو هو مستحب بيكت سنة ذي كمت وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحر الطاف وضواف يا النبي نبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج كي سقوتك على بعير نيف قيل كركي وكو طوافي يستلم حال أطابنا يوك عنت مرينا يو يستلم حال كتابنا يده الركن رجع حمدو يسقو كتابنا يبي محجنين أول أفقدن أول أفق الله عصان له بكورضه كلوه معنا أول بكورضه كلا تعبو يو كتابنا يه طيب متفق عليه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أوصارنا نفقيله حكمة كنتي إنه فلان وأوتي دونا نيف جيلو صارنا مركو كعبدة طوافي أو حتى مناسك تبدن كيد بسجع سكومري نيف كجيلة هذا إنه صوت دجا مويانة لقي حيمة تابن كرو مركو أموس صوت دجينة إسقى صارن نيف كجيلة ها بوهلكا أول الله عاي أشي بكتابته مرك طيب وفي لفظ كلو حكوس عن طاف وطوافي رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير نيف جيلو كركي بكت طوافي كلما أتى مركز تو ويمد على الركن تير ككركيس ويمدنا تير كوادق حمدو أشار وتلمامي إليه حجس بشيء شيء وكفي قيه شيء جسوا بيديك في يديك عندي سكشرة وأشي قد نيدوا وكبر وأنا تكبير سني شيء جسوا كفي قيه وكتابني الله أكبرنا ودهي وهو أحمد باوري والبخاري حديث كسوح كردي مرك دق حمدو لا تابنا يه إن أي سنة سيدو كلا إن لا تكبير سيدو و الله أكبر ليلة مركز تو صوريك تو تاواني سوا الله أكبر هذه تابشدو كوسي رويدا حتى مركز تو أكبر يسو و محوة هاي قعنت تاقي سوا الله أكبر بالله انت سوي سوغنت عبد الله بن عمر روحو قدري و سيدو كسوغن بسم الله بكور مرنج بسم الله الله أكبر طيب كل ذلك مركز مشروع
وعن ابي الطفيل وحل غور ان عامر واثله قال وحل رايت وحن ارك رسول الله صلى الله عليه وسلم او يطوف وريغيا بالبيت كعبه كو وريغيا او يستلم طابن الحجر دغخنا بمحجنين الافغدن او بكوردو كلا او معه لجيرنكي ساه ويقبل او دنكن يا هدنا المحجن اشد دنكن اشا افك غدن او كو تابت دغخمدو اسل ايده هدنا دنكن ان اركي رواه مسلم باوري وابو داوود وابن ماجه. طيب ان شيغي اد كو تابت كعبده حداي غعنتاده تهينا اد دنكن حداي اول اي وخ كلا تهينا يدنا اد دنكن ايا و هو يحيى مذهب الجمهور. طيب حدي اي سوروبي ويدنا سان شيغني وي او اي دنت كو كلفته ان جانس ويداد كو تابت ومركا انت كور كمرته اون اد غعنته او تاغيسون markaasi gacan dhunka shamal ah waatan soo sheeg taad uga cad taagto bismillaah allah akbar dadad ka soconaysa. Tayib wa an umar radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya nabiga sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yiri lahu isaga wuxuu ku yiri ya umar umarow innaka adigu rajulun nim baata qawiyun oo xoog badan nim xoog badan baata la tuzahimha ciririn wa ku ciririyamin ala alhajari dhagaxa korkiis ciririha ku gal yaani dadka iyo adigu hays ciriiriin oo dadka ha ku ciriiriin oo fatuudiya marka aad dhibto ad daciifa midka tabarta daran. Tayib in wajadta hadad hesho dhagixii madoba khalwatan meel ilaa hadad ka hesho fastalimhu taabo wa illa hadii kalena fastaqbilhu ku jeeso xaggiisa u jeeso oo wa halil laa ilaaha illa allah dhe wa kabbir takbiirso laa ilaaha illa allah allahu akbar ساسي نغنس التهليل الله يعني هللت. روح وري حديث كان أحمد أحمد باوري وحديث السجنة يعني وحى صحيحين يا الإمام الترمذي ابن خزيمة ابن حبان حاكم الذهبي سيدوك لا يتوحى تحسيننا يا شيخ شعيب الأرناؤوط السجنة أوط تحسيننا يا شيخ الباني محوها هاي وحديث مركز صحيحة صحيحة ويو وعورة المامة يا دقا حمدو إن لطابتاي لازمة إن أد ألكو تابط أما قعنت هذا قادو أما أدون كتل لازمة صح هذا جانس كهشو ودبنان كهشو سمي حدو كو سروب ويسوما ددك حكو ديبين هذا هو نحس ديبين ددك نحر ديبين حلقية أبا دد بدنو تبردر أنو أن قرب كاقب إيو مرو كاقب حميلي كرين إنا عكتا مريس بل هذا هو يبكدر أنت حلي قنو إن الصواب أن نقطة ضد مسلمة إنها إدنتان بعد عكرت وميش هاد أجر دوني سيهديك إسلام بالله صور نقطة صواب واحد كورد يسمحوها وشي صناع واحد قلي سنة وأذية مسلمين أو حرام الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا صمائل فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا مركوا الدنب وين روح مؤمنين لردبو marka inaad adoo sunna raadinaya aad dambi weyn gashay wa jahli ya aqoon darawa wa jahli ya aqoon darawa marka yaani ha isku dhibin. Tayib meela hada lagu rafaade waxay kamid tahay dad qaar badan ay ku dhintaan ba ay kamid tahay aamada de la kari maayo qaar baba iska jidbaysan ba way iska marqaan san yihiin ba khaasatan qoli eeshiyada ka yimaado iyagu muxuu ahaay malaha ayba mar hal mar ba janisku u suuroba ba marka dhagaxan kacbada iyo maradeeda iyo dhagaxmadu iska badaaba marada muxuu ahaay kacbada hadii heli karaan way jaran lahayn way goosan lahayn oo dhagaxa hadii heli lahayn qaar bay la tagi lahayn yaani wax weey waa dad ajeeb ah marka en jahligu haduu muxuu ahaay wixii ku kala saari way dhibkeeda leedahay marka isku ma dhibo allahumma ma qaanu haduu kala umro uu xiliyada bilaha aan umrada lagu badnayn inaad chinese noocaas ka heli mooyee laakiin sida qaalibka haddii ma helis inaad taabato masala sahlan ma allahumma inaad wax dhibto ama lagu dhiba mooyaan sidoo kale abdullah ibn abbas sanad xasan waxa kaga sugan faakihi ba soo saaray fi akhbari makkah sanad xasan waxa kaga sugan inuu dhihi jiray la tuudi wala tuudha dadka hadhibin adigana yaan lagu dhibin meesha iyada aduguna hadhiboonin dadkan hadhibin banaanka kamar buu dhijiray hadayba ku suuroobay
sidaana waxaa qaba xadiisku ku tusayo oo haday ay adkaato in banaanka laga marayo korkaas laga ishaaraya waa madhhab al-jumhur culimada badankood baa sida qaba tayib mar sharaacadu taysiir iyo fududeyn iyo raf'ul haraj bay ku saleysan tahay sideedu waa ahkaamteedu dhimma waajibaadka qaar kood baa markay adkaato xogaa ciriiri ka dhaco baa la bedelaya wax badan ruqas la gelinaya sunanka iyaga iska beda waa meesha fiqiga u baahano marba sunnadu sunnadii inaad samayso marbay xaraan noqonay bal waajibaadka qaar kood baa mar inaad samayso xaaladaha qaar kood xaraan isu bedelay waxa ka dhalanaya darted marba waajibaadki marba laga yaabaa xaraantii qaarkeed inay isu bedesho waajib bay isu bedesho saas wey macna yani waa meelaha muqaaranaadka fiqigaho cilmu lmaqaasid baa la yidhaahday baab muxuu ahay fuxuulul culamaa ay galaan wa marka mar walba daahirkeeda meehe taxadar badan bay u baahantay baabu istilaami rukni lyamaani rukniga yamaaniga ah taabashadiisu baabu yahay maca rukni alaswadi dhagaxa madow lala taabto duuna alaakhirayni labada kale maya labada kale maya aakharayn duuna alaakharayn rukni yamaaniga waxaa la yidhaahdaa dhagaxa madow midka ka xiga dhanka bidixda akaan xali soo tilmaanayo kacbadu waa afar rukni waa afar tiir waa afarta tiir dhagaxa madow iyo midka bidixda ka xiga markaad dhagaxa ku sii jeedo labadaa waxaa laysku yidhaahdaa yamaaniyeyn baa laysku yidhaahdaa dhanka yamaneed bay soo xigaan labada kale ee iyaga ka soo horjeedkooda ah ee qowladda yarta xijru ismaaciil la yidhaahdo ay ku dhex taallo labadaana waxaa la yidhaahdaa shaamiyeyn baa la yidhaahdaa oo waxay u jeedaan dhanka shaam marka waa afartaa tiir waa afarta tiir marka dhagaxa madow kan ka xiga dhanka bidixda ka xiga waxaa la yidhaahdaa arruknu lyamaani baa la yidhahdaa arruknu lyamaani baa la dhahaa labadoodana waxaa laysku dhahaa yamaaniyeyn baa laysku dhahaa laakiin kani magac gooniyuu sii yeelanayaayo xajarul aswad baa la dhahaa ama arruknu baa la itlaaqi oo laleeyahy labadooda marka laysku daro yamaaniyeyn baa la dhihi laakiin kan dhagaxa madow mooye ka kale wuxuu si gooniya loo dhihi marka lagu magacaabayo arruknu lyamaani baa la dhihi marka kaa isagaa baa laga wadaa istilaamu rukni lyamaani tiirkaa isagaa taabashadiisa maca rukni alaswad dhagaxa madow lala taabto tayib duuna alaakharayni labada kale maya oo labadee ah labada shaamiyeynka labadan yani dhanka shaam xiga iyaga la taaban maayo waa un la iska agmari can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma ana nabiya nebigu sal alay wasalam qaala wuxuu yidhi ina masxa rukna alyamaani tiirka yamaaniga ah taabashadiisa warukni alaswadi iyo tiirka madow taabashadiisu yaxuddu waxay hoobiyaan alkhataaya dembiyada xattan hoobin dunuubta ayay hoobiyaano sida caleenta u daadiyaan rawaxa wariyay axmed wanasaa'i sheekh albaani wuxuu leeyahay tirmidi baa taxsiiniyey sidoo kale waxaa saxiixiyey ibni xibbaan iyo xaakim iyo dahabi sheekh albaanina sidoo kale isagana uu saxiixinay xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiista tilmaamaysa fadliga ay leeyihiin labada tiira yamaaniyeynka taabashadooda oo labaduba taabashadoodu waxay keenaan dembi dhaaf wa can ibni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi lam ara ma arkin buu yihi annabiya nebiga sal alay wasalam oo yamassu taabanaya min al arkaani tiirarka afarta xaggooda ila alyamaaniyeyni labada dhanka yamaneeda mooyaane kuwa kale asagoo taabanaya ma arkin buu yihi rawa aljamaacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye ayib saxiixaynka waxaa ku yimid min xadiid ibni cumar sabab ama cillada labadan yamaaniyeynkana loo taabanayo labadan shaamiyeynkaana aan loo taabanayn ibni cumar baa wuxuu leeyahay labadan yamaaniyeynka ah waxay ku fadhiyaan asaaskii nebi ibraahim labadan shaamiyeynka ah asaaskii nebi ibraahim kuma fadhiyaan oo way ka sokeeyaan wa ficlan waa saaso waa u tegi doonaaye quraysh markay kacbada dhisaysay ayaa waxaa u gaadhi weyday nafaqadii kharashkii baa u gaadhi waayay markaasay kacbadii qaar ka mida ka soo durkeen
ila taqriban lih ila todoba dhudhun oo xijru ismaaciil kamid ah ayaa kacbada ka maqan oo iska banaan had oo qowlada gudaheeda ku jira. Marka labadan dhanka shaam xigaay meesha ay ku fadhiyaan waa kacbada dhexdeedii waa ee meeshii ay ku fadhin lahaayeen ee kacbada dhammaadkeediya ma ah. Sidaa daraaddeed buu leeyahay ibnu cumar labadan waxaa loo taabanayaa asaaskii nebi ibraahim bay ku fadhiyaan, labadanse kuma fadhiyaan. Cabdullaahi ibnu zubayr ayaa markuu qabsaday kacbada, markii uu khaliifka, markuu intuu khaliifka ka ahaa muddo aan badnayn buu hayay yani xarameynka iyo uu khaliifka ah mas-uulka ah xilliga isaga abu xadiiskii nebiga sallallahu alayhi wasallam isagoo ku camal falaya buu kacbada jabiyey, kacbada wuu dumiyey, kadibna wuxuu dib ugu dhisay asaaskii nebi ibraahim oo qaybtan ay qureyshi ka tagtay buu ku daray asaaska. markuu ku istaajiyey kadibna cabdullaahi ibn ubayr bisanadin saxiix sida kaga sugan cabdullaahi ibn zubayr afartaba uu taaban jiray laana labadan asaaskii nebi ibraahim buu dib ugu celiyey xadiis nebi baana sida ah saan u tegi doono. saas daraaddeed markuu meeshoodii ku celiyey wuu taaban jiray, meeshaasay marka muran ka imaanaysaa. haddii asaaskii labada xataa labada asaaskoodii lagu celiyo ma la taaban mise la taaban maayo? haddii la fiiriyo tacliilka cabdillaahi ibn cumar in la taabtay noqon, laakiin qolyaha waxay leeyihiin waa un ijtihaad cabdullaahi ibn cumar iyo ibnu zubayri ma aha nebiga sal alay wasalam intuu ku gaabsaday baa lagu gaabsanaya, waana madhab aljumhuur sidaas. ayb wuxuu yidhi marka rawahu aljamaacatu baa warisay ila tirmidiya mooye, laakiin lahu waxaa u sugnaaday tirmidi macnaahu xadiidka mid la macnaa min riwaayati ibn cabaas, ibn cabaas riwaayadiisa. ayb yani jamaacadu ibn cumar bay ka wariyeen, laakiin mid lamida buu isagu tirmidi ibn cabaas ka wariyey. ayb وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوا لا يدع مدى كتغن أن يستلم إنو تابتوك عن تمريو الحجر بغا حمدو والركن يتيرك اليمانية يمن حق يدحيك في كل طوافه وريقي سلمانتي وريق كستمرك وريقيو لبضى بواتابنش. رواه أحمد داوري وابو داود يعني وحوي وحا صحيحي حاكم ذهبي باكوا فقي شغل بانينا وحولي وحسن شيخ شعيب الأرناود وحولي سنتكي سوا قوي marka waa sugan yahay. wuxuuna tilmaamayaa in labadooda in la taabto ay sunna tahay, waana sidaasi waa madhab aljumhuur. wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ba qala wuxuu kaana wuxuu ahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu ahaa yuqabbilu mid dunkada, laakiin rugniga yamaaniga waxay ku kala duwan yihiin. rugniga yamaaniga ah ee xajarul aswad ka anahayna kan kale ah haddii ay ku suuroobi weydo taabashadiisa gacan u taagi maysa, markaad ku beegan tahay gacan taagi maysid banaanka waa iska soconaysa, yani labada kaluu la mid noqonaya hadday taabashadu suuroobi weydo. oo wuxuu kaga gedisan yahay midka madoobi ka madow haddaad taaban kari weydo waad ishaariyo gacantaad u taagi sooma kan, laakiin gacan u taagi maysid haddayba taabashadiisu kuu suuroobi weyd, saasuu kaga gedisan yahay. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحول كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها يقبل مدن كذا الركن اليمانية تيرك يمانيك ودن كان شري ويضع وحونا ديك شري خده دوان كيس عليه كوركيس دوان كونا ساري شري. روى دار قطن باوري مصق نو سنة كيس هو ضعيف. عبد الله بن مسلم بن هرمز نيل إلى ذا كوشرة أو ضعيف أه. طيب مصقنا دوان كإلا ساره culimada qaar ka mid ah qaba xadiidkan daciifka bay cuskanayaan in la dhunkado iyo in dhabanka la saaro, laakiin saxiixaynka xadiista horeen ku soo marnay keliya rukniga yamaaniga taabasho unbaa soo aroortay, taabashaa soo aroortay, laakiin in dhaban la saarana ma sugna, xadiiskani ma sugna, wakadalika in la dhunkadana ma sugna. sujuuda iyo dhunkashadu waxay khaas ku tahay dhagaxa madow, laakiin ruknul yamaanigu wuxuu la wadaagaa uun taabashada hadday suurowdo, hadday suuroobi weydana iyadoo dhanba meeshay ka baxaysaaba. xadiidkani marka daaraqudni waa xadiis daciif ah oo ma sugna. wacan ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi kaana nabiyu nebigu wuxuu sal alay wasalam idaa goortii istalama uu taabanaya arrukna alyamaaniya qabbalahu waa dhunkan jiray. rawahu lbukhaari baa wariyay fii taariikhihi, isaguna waa daciif sanadkiisu,
والصواب وحوي أحاديثة صحاحة كسيدة كسوغان أو صحيحين كي غير كود غير كود كيمد إن ركن يماني تابشا وحان هين ملحا تابشا لهم بسوء أرورتي لكن دونكشا ما يمانين إن دوان كلا سارنا مسوء أرورنا حديثة دوا ضعيفة مسوء باب الطائف وباب يهكي دوافي أو يجعلوا يلي البيت كعبدا عن يساري دنكي سبيرح يلي أو يخرج بحيا في طوافه طواف كيس دحري سبحيا عن الحجر قولتك بحيا ولما مسلو كعبدا مركا طوافيس كعبدا وين اسكحكي سبنك بيدحدا أو آد مركا بيحمد وكبل لوضو وين اتصا أصعد وكعبدا يكاحك سبنك بيدح سأصو وريكتوه وحال الديدين هاي انتا بيحمد وطابط هنا كعبدا ميدك تيسك حجس ودوري قاقا حقا أتكدك تعكسي ساو سووريك تازال ديدين كعبدا او بيدح ليسك مريو واكو ميدا لبادوي قولت دا يرتع حجر اسماعيل حجر قال لي دا هدو حجر اسماعيل بيدهان قولت دا يرتع لبادا تير اي يمان شاميين كا او دحيس وميل يرو كروسو يردسان ayada iyo kaabadana meel yar oo la mara u dhaxeysa oo laga dhex diso oo dhismuhu ka go'an yahay marka maadaama aan soo sheegney dhismahaas yarkay wareegsani intiisa badan wax yar mooyo inuu kaabadii ka mid yahay waa inaad marka kor ka marto haddad meesha yarta dhisan aad ka dhex disto maadan dawaafin kaabadii bal waa dhex marto صوما واضح مرتي ماذا طوافين لأن طوافكم حالي إذا صوينا تكرك ولا مرتما هديل ولا دور مساج ككوريك وعاد لحدي سنتاد مرتو سبعين وقبل مية كوريكت كم هذا وريك واضح مرتو واد كده حدش صوما مركا كاسو كلا الله من نقول يساوح وكولا مركا ويخرج في طوافه عن الحجري وإن قولت يرتى اسمها يركى جابن عاد كرك مرتو واد كبح دوا هذا لحدي سمرين طيب عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلما قرتي قديمة وصوغ لمكة مكة أتاوح يمد الحجر رجحي ويمد وفاستلمه وطابتوك عن تومري ثم كذبنا مشى واسعدي على يمينه دنكي سمدك طيب فرمال ورعلي ثلاثا صدح ومشى واسعدي ها ثم مشى فرمل ثلاثا ومشى أربعا أفرنا واسعدي رواه مسلم باوري والنسائي طيب مركا دغه حمدو ان لا بلاو بعد استلامه ايا يعني الا طواف هلكاس كبلوداه يعني طواف قصديسه ومركا تابت دغه حمدو صعودك مركا كو بلوداي با طواف بلوغيسا مثلا كبا سو قاد حدات كعبده دغه حمدو با ادن كغه سو هاغين دنيعيها كلا اد كغه سو هاغت وانت اد كسو غاريس دغه حمدو wareega aad samaysay waxba kama jiro kuma xisaabsana dawaafki kuma xisaabsana dawaaf wuxuu kow dhahaya marka dagax amado uu taabato markaas aad kow kaleed saas u macna tayib maqam ibraahim ma maqam ibraahim hijr ismaaciil bal hijr ismaaciil ba kor laga maray hijr ismaaciil waxa weeye maqam ibraahim waa kala duwanta مقام إبراهيم هذا هرت مجره ماشي المقام إبراهيم لو يقانو هذا ضدكوا لقيا بيني أفهمان ودلضة أي كل حشرته يعني وحويان رات كلقته كل حشره كاسجع أما حاجة كعبدة كمر أما كر كمر معنوي المصميني لأن وحويان أسل كيسو بقى حاسي وبقى النبي إبراهيم كو استاجوي مركب كعبدة كرو يرك عادي سيو دغخا او يعني واخو اسو دول صار صارو اسماعيل لو او ديبهي ابراهيم لو واكو استاغ الهي امركي وا استان يا علامات عجب بدنه لوقتي نبي ابراهيم با دغخي كو سميساتاي سيده رات كو كلي سيده ادو رئيس كو استاغو كلي لوقتي او سيده يا كو تال marka dagaxaas weyn ee lugtu ku taalo asalkiisu kaabadu ku dhagana oo demeshi uu ku istaagay biyaale marka Umar ibn Khattab waqtigiisi suu san dadka wareegaya u xiriirin iyo intuu durkeeyo xagga u durkeeyo meesha geeyay
kaan marka maqaamu ibraahim ma maqaamu ibraahim waa meeshu kaasi yali wixii ka sii dambeeyay maqaamu ibraahim dhulkaas la ee ka kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa leeyahay aan la dhaxmarin waa hijriga ee ma aha maqaamu kama hijriga waa dhismaha yar ka bayna yani labada tiir shaamiyanka u dhaxay tayib culimada yani jumhuurtooda waxay qabaan badankood ba waxay qabaan haduu sa ruuxu kacbada markuu wareegayo dhanka bidixda uusan iska marinin oo uu aksi u dawaafo dawaafkiisu waa baadil beelay dayixii markaa taabatay waa xagga u soo wareegtayba markaa saad saa u wareegtay kacbadiina midigtaad iska marisa waxba kama jiray leeyihin dawaafkiisu saasay u badayin. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيتري سألت النبي النبي ويدي صلى الله عليه وسلم عن الحجر حجر أيام ويدي حجر يا حجر حجر يا حجر حجر وقول الضيرت لسان لوضا تير الشاميين كدحضو ذكر لسان قابان واحد ماذا سأسا حجر ليلة حجر هدي ليلة هذانا أبواب تنمر كان مرأي نواع لقا حمد هو مرك حجر يا حجر يساك قسم. طيب نبي ويدي يقول عن الحجر قول الضيرت لسنبان ويدي أمن البيت مكعبده كم يديه هو إساق حجر قاسي مكعبده كترسين. قال النبي وحلو نعمها قلت وحاني فما اللهم حا أسقنا ذي ولم يدخلوه أين أقلنين في البيت كعبادة دحيدة محين أقلنين حا أدي ذي إني كعبادة دح قليان وبنانك أقلن هذا كعبادة كترسين يي كوضا قريشوا قريش ila nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu joogo nool yahay dhismaha marka jira waa dhismihi quraysheed waa dhismaha kaabadu marka ay dhisantaa waa dhismihi quraysh ay dhistay waa tayib. qala markaas nabiga xudu sallallahu alayhi wasallam inna qawmaki aisha tolka oo quraysh uu ka wado qasarat way gaabatay bihim iyaga waxa la gaabatay an nafaqatu kharashki nafaqadi xooliye kaabada ay ku dhiseen baa la gaabtay oo ku filan waay. قال ذو حيتري فما شأن بابه ساس درادد نفقدها السيد رواتك على اتمام ايان عند الأزرق وغيره يعني نفقدها يعني نفقدها حلاشاه مركي كعبادة ديسيين باوحي السودر دار من وحوالا حلالا وحانا هاي ان كعبادة قليني بحي حرام ورده هلقا فقوي وقالوا لكن ولي وحبا كوير اللابان ودينة نبي إبراهيمي نبي إسماعيلي وحبا اللابان وحبا يولي حيستان مركا وحي وحي لهذين ناق ee muxuu ahaay jirkeeda ka ganacsata xoolo ay xoolaheeda yaan la gelin oo xoolo ribayaan la gelin oo xoolo la soo dhacayaan la gelin oo wax halaal ah la raadi haashi ay heleen oo dhan markay isu keenay bay meesha dhaafin wayday markaa ah halkaas ay ka go'day. qaarad waxay tiri fama sha'nu babihi iridiisa xaalkeedu muxuu yahay baytki iridiisa xaalkeedu muxuu yahay murtafican xaalu yahay mid kor u qaadan irida laga galay korbay u qaadan tahay maxaa xaalkiisu yahay taqriiban waa sida hadda u dhisan tahay wax uu moolaynayo mitir iyo wax miya iyo dhulka ka iyo albaabku ka kacsan inaad jaran jaro iyo wax uu u qaadato mooyaan iskama fuuli kirti marka maxaa irideeda kor loogu qaaday bay weydiisa. qaala wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam faala dalika arinka waxa sameeyay qawmuki tolka waasa yeelay ah oo maxay u yeeleen ليدخلوا إني قليان كعبدا من شاء عدي دونان ويمنعوا إني أديدان من شاء عدي دونان من شاء إني قعنتك وهيان ومامولان ويقو ننكي دونان نقوغلو ننكي دونان نقوسن قلين أيه أقو تلقلين ويريد كور أقو قاتين إلا نادي دولك الله سيما واليس قيد دريري سوما مركا ساسي إني ضدك كو مامولان بيقو تلقلين رواية مسلم وحي لدى مسلم زيادية فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه ليرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط يعني مسلم باكدر وحوله ننكو مركو الروائنو قالوه وننان إياق أهين ويؤديني مركو فولو أو السيدة هذا قل بينتي سوقبتان بيكسر ردي هذا مرضى ميات كون نغم هذه الوساطورة marka saasay u yeeleelo dadka inay muxuu ahaay ay ku taxkumaan oo ay kontrolaan bay ugu talagaleen walawla anna qawmaki ibn nabiy sallallahu alayhi wasallam aisha hadii ay aisha hadii tolka hadithu ahdin waqtigoodu ku ay u dhaw yahay hadaysan ahan lahayn
bil jaahiliyati gaalnimo iyo jaahiliyo inuu waqtigoodu ku dhow yahay haddayna jiri lahayn oo waqti dhownay gaalnimadii iyo jahligii iyo ka yimaadeen oo inaan muxuu ahaayey aan haddayna taasi jiri lahayn hee oo fa akhaafa aanan baqaynin an tunkira inay inkirto quluubuhum quluubtoodu inkirto oo quluubtoodu ka boodo oo meesha fidna ka dhalato haddayna taasi jiri lahayn hee haa la nadartuba halkaa ku jirta oo iwaado muslim baa ku dira waa jawaabtii lowlaada way macnaha jawaabtii lowda waa lowlaada jawaabteedii waa la nadartu waxaan fiirin lahaa waa an udkhila inaan geliyo alxijra qowlada inaan geliyo filbeyti kacbada inaan dhex geliyo taasaan fiirin lahaa wa an ulsiqa inaan dhajiyo baabahu iridiisana bil ardi dhulka inaan ku dhajiyo oo noos u dhigo taasaan fiirin lahaa laakiin tolkaa waa qurayshi way cusub yihiin oo jaahiliyay ku cusub yihiin mar dhowey soo islaameen taasi mar dhowey soo islaameen odayaashooda iyo raggoodii hoggaanka ahaa in badan oo ka mid a sanadkii 8-aad bayba soo islaameen markii maka laga qabsaday bayba soo islaameenba marka waa iska cusub yihiin waxaan ka baqayaa quluubtoodu inay inkirto ama quluubtoodu inay diddo oo didmadu xaggee ka imaanaysaa kacbadan uu nebigu duminahayo oo uu dhismo cusub ku samaynayo bu wuxuu ka yaabay inay meeshaa kacdoon ka dhasho is yidhaahdaan maxamed isagaa wax isla raba ama fidna qalbi shaydaanku qaab kale u waswaasiyo oo meeshaa qaar badani ay fidnoodaan haddaanan taa ka baqaynin waan dumin lahaa qawaaciddii nebi ibraahim baan ku dhisi lahaayoo inta ay ka tageen baan ku dari lahaa irideedana hoos baan u dhigi lahaa si ninkii rabo uu galo ayib laakiin fidnadaa darteed baan isaga dayn bu nabi sal sl baqdina ka baqay sidaasuu nebigu kaga tegey sal alay slam kacbadu iyadoo sideedii ah oo sidii nebi ibraahim qawaaciddii waxaan u jeedaa qawaaciddii ay qureyshi ku dhistay iyadoo ku dhisan buu nebigu kaga dhintay sal alay slam laakiin uu tamaniyey uu isyidhi ka tegey fariintaa ah haddayna baqdintaasi jiri lahayn dib baan u dumin lahaa u dhisi lahaa khulafaa uraashidiin mayna taabanin abuubakar ma taabanin cumar ma taabanin cuhmaan ma taabanin cali ma taabanin xataa mucaawiya intuu ahaa boqorka muslimiinta ama hoggaanka ma taabanin xilli dambe oo xoogaa khilaaf dhacay oo cabdullaahi ibnu zubayr markaa uu saan soo sheegnayba uu labada xaram asagu markaa ka talinayo khaliifka ah ayuu markaasi nabiga taladiisii intuu qaatay buu kacbada dumiyey wuxuu ku istaajiyey asaaskii nebi ibraahim intii ka dhimanaydna wuu ku daray albaabkiina hoos buu u dhigay irid kaloo nebigu yidhi waa ka bixinayaa dad soo uga sii baxaanna wuu ka bixiyey sifaatkii nebigu sal alayhi wasalam uu sheegay buu ku dhisay ayadoo sidaasa ayaa markaa nimankii reer bani umaya waa kuwii kusoo duulay xajaaj ciidan uu wato waa kii kusoo duulay oo cabdullaahi ibnu zubayr radia allahu tacaala canhu kacbada lagu dilay isagoo xaram ku jiraa la dilay oo xajaaj baa dilay xajaaj markuu xaramkii qabsaday iyo cabdimelik ibnu marwaan buu fariin u faray oo wuxuu ku yidhi dhulkiina waa qabtay ninkiina intuu dhulka haystay buu kacbadii saa u dhisay maxaan ku sameeya wuxuu yidhi ina zubayr taldiikhaadkiisa iyo wasakhdiisa waxba ku falimayne kacbada dumiyo meesheedii ku celi buu xajaaj baa dumiyey meesheedii buu dib ugu celiyey waa meeshii quraysh cabdullahi ibnu mazr wixii uu sameeyo dhan buu dib u burburiyey waxaa la yidhahdaa cabdimelik marwaan mar dambe oo loo sheegay inuu nebigu sal alay wasalam sidii ibnu zubayr sameeyey inay nebiga ka sugnaatay wuu qoomamayn jiray baa la yidhahdaa wallahu aclam adiga cabdullahi ibnu zubayr tiisi saasay ku dhammaatay meeshii quraysh bay kusoo noqotay oo xajaaj iyo waqtigeedsii dhisay kadib ilaa iyo hadda siday baaqiga ku tahay waa dhismahaas gacan ka dambaysoo taabatay ma jirto haddii un waxoogaa dayactir ay u baahato oo meel loo yara baqo la yara mooyaane siday u dhisan tahay weli waa sidii wa xilligii alimaamu maalik caleyh raxmatullah oo taqriiban qarnigii labaad ah ayaa khulafadii waqtigaa joogtay baa waxay kala tashadeen imaamu maalik maadaama uu yacni xaramka madaniga sheekhiisa ahaa in kacbada ay dumiyaan oo asaaskii nebi ibraahim ay dib ugu celiyaan haaruun miyuu ahaa rashiiduna amalana imaamu maalik caleyh raxmatullah wuxuu ku yidhi kacbada ha taabanin sideeda isaga daa
maxay yeelay hadaa taabatood adigu dhisto waxay noqoni wax nin kasto boqor kasto yimaada nin kasto madax u yimaada uu ku ciyaaray noqoni saas daraadeed saddan lilbaab sideeda u daa sidii bay hadda ku joogtaa marka masaladu marka sidaas tayib waa laga baqi marka ay dawladu hadda timaada yani wax weey ma taaban karto hatta dawladda suuudiga hadda haday isku daydo kacdoon baa ka dhalan oo caalamul islaam meeshaas la wada fiirsan hayaayo nimankan wuxuugaaga yaa laga yaabaa in la yidhaahdo waxbay isku qaasiyeen la rabaan marka wixii intaba dhib ka dhalanayo sidaa la isaga daynaa dhib male wa fi riwaayati waxaa ku sugan qaalad waxay tiri kuntu waxaan ahaa uxibuku watu jecel baan ahay an adkhula inaan galo ayaan jeclaan jiray albayta kacbada usalli xaalan ku tukanayo fiihi dhexdiisa beytka dhexdiisa fa akhada markaasuu qabtay rasuulullah sallallahu alayhi wasallam biyadii gacantaydu i qabtay faadkhalanii wuxuu i geliyey bay tiri alxijra qowladda yartaa buu i dhex geliyey faqaala lii markaasuu wuxuu igu yidhi salliituko haddaad beytka dhexdiisa ku tugan rabto salliituko fi lxijri meeshan qowladdaa ku tug in aradti haddaad doonto haddaad rabtay dukhuula albeyti kacbada gelitaankeeda haddaad kacbada gulaheeda inaad ku tukata rabto halkanba ku tuga buui maxaa yeelay fa innamaa huwa xijrigu qicatun waa gabal oo min albeyti kacbada ka mida walaakina qowmaki laakiin qowmkaaga xijrigoo dhan maahas cala asaxiix riwaayaadka sugan siday tilmaamayaan xijriga oo dhan kacbada kama tirsanee lix dhudhun ilaa toddoba inta u dhaxaysa intaasa kacbada ka tirsan in yar oo aada u yar oo xijriga ka mid a kacbada bannaanku ka yahay oo xuduuddii kacbada kuma jiro in yar riwaayaadka mucdamkoodaa sidaa tilmaamaya fa innamaa huwa qicatun min albayt walaakina qowmakii tolkaaba istaqsaruu way ka gaabteen oo nafaqadii iyo qarashkiibaa ka gaabtay oo u suurtagelin waayey xiina goortii banow ay dhiseen alkacbata fa akhrajuuhu xijrigii markaasay saareen min albeyti waxay ka saareen kacbadii rawa alkhamsatu baa warisay ila bna maaja wa saxaxahu tirmidiyu tirmidi waa saxiix wa fiihi sidoo kale xadiidka waxaa saxiixinaya sheekh albani sheekh shucayb larnawd sidoo kale laakiin wuxuu leeyahay xadiidka qaybtiisa dhahaysa sallii fi lxijri in aradti dukhuul albeyt fa innamaa huwa qicatun min albeyt jumladaa iyadaa saxiix ma aha sanad daciifay ku timid laakiin xasan ligayrihi bay noqon kartaa buu leeyay xadiidka intiisa kalena waa saxiix adiga jumlatan waa uun sugan yahay iska dhig haba kala tabar darnaade haba kala xoog badnaadaan dhihi laha macna ayib xadiiskaasi wuxuu sheekhu yidhi marka wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan ithbaatu tanafuli sunaysi oo la sugo fi lkacbati kacbada dhexeeda lagu sunaysto kacbada sideedaba gudaheeda ma lagu sunaysan karaa waynu soo marnay axaadiisteeda inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhexdeeda galay oo ku sunaystay xijriga dhexdiisa oo caaisha uu ku tuka yidhina kacbada dhexdeeda iyadoo ku tukanaysa waay marka in gudaheeda lagu sunaysan karo ayay daliil u tahay buu leh xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista ku tusaysa in ruuxa tasarufka uu samaynayo waxa ka dhalan doona uu horta qiimeeyo intuusan tasarufka ku kicin waana masalada loo yaqaano ma'aalaatu lafcaal walaqwaal tasarufaadkaaga waxa ka dhalanaya haddaynan kuu qiyaasnayn leanna waxa weeye ficilka waxa ka dhalanaya marka la fiiriyo mar buu xaaraan noqon mar mustaxab buu noqon mar waajib buu noqon mar isagoo waajib ahaa buu xaaraan noqon karaa waxa ka dhalanaya daraaddii oo wuxuu ku socdaa calaa asaas aayaddii qur-aankaedi rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala muxuu ahay walaa tasubbu alladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubbu allaha cadwan bigayri cilmi haddii asnaamtan iyo waxaan ilaahay ka sokow la caabudayo wax ka sheegoodiiyo caydoodu ay ka dhalanayso inay iyaguna ilaaha weyn caayaan ha caayin ha caayin in la caayo wax laga sheego waa waajib sharci ah laanna waa asnaam alla ka sokow la caabudayo laakiin hadday ka dhalanayso mafsadaa inay ilaahay caayayaan taasaa ka weyn marka marka mafsado weyn lama keeno adigoo muxuu ahaay tu yar laguma bedelo mid weyn masaladaasi marka waxa weye asal bay leedahay axaadiis fara badan bay leedahayo munaafiqiinta iyo nebigu siduu ula dhaqmay baa ka mid a munaafiqiinta iyo dhaqankii ula dhaqmay waa isagana baabkaasuu ku imaanaya axaadiis fara badan baa waana qaacida sharciga markaas
باب الطهارة طهارة ببابه والسترة والسترة أسترك للطواف والطواف والسجن هذا تاني نوحوي مرك نه ها أوتش سنكرت ها مردات كعبدة نحتاج أنت هاي جوده هذا من كان دون تادو تشسن كرتا لأن هذا قدي هذا كتشر وكلك دكانته ما دام قدي هذا كتشر تو نبي قدام كوتش سدي دين على كلمة هذا دوادو تشسن كرتا ها حجر جاين لي ده هذا ما دام هذا تاجن تاعي كعبد يده تاجن تاعي درب يجي دي كومتش دي دين لدي ما قانو لكن الصراحة كعبد قدي هذا دات كتشر تو دين عدون تادو تشسن كرتا ها واكو فهم ها وصح كعبد الجوده هذا ما قرن يدين حلو دون لوجي سنكر لكن حجر يا مركي لدح تاجي مين لوجي سن دون قرن ما مركا تنين واحد ويا الظهارة مركا الضواف يسوع كعبد مركا الضواف يسوع شرط مية الظهارة وطع إن هذا ويسقب توما شرط بع مساعدهم ويسقبين بعض الضواف كرتها حديث هذا يقول الضواف ويسدو كابرتو الضواف كاجي مبورة ياوا مسألة الله بعد وحويان أذو قاون هذا ضوافته ضواف قاقو مع صحية ولا بلا مسألة في حديث أبي بكر الصديق حديث أبو بكر الصديق وحاكسه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكورنا يقال النبي إنه يري لا يضوف ما الضواف بالبيت كعبد عريان مدقاون يعني هو نفي بمعنى النهي يوصن ضوافه طيب حديث كاسي وحل لود ليشنا يا إن أوصن روح قاون كعبد الضواف كرين سان هري بوسو شجنين الجاهلية دي عربتا بيت أهان شرت عادات كذي كم ذه ها لا يطوف بالبيت عريان ما حبوا يدون قدرة هقول ره لا يحج بعد العام مشرك حديث كوا درا ودور جملوكا كوبايا اصل كيس وواخا ويان نفع المؤمنات هي اني سن جنده غلينين انو سن سند كان كديب قال سو حجينين ان روح قاون و سن طوافينين يعني جمل نوعا سوا لكن اني و خوي شيغي جملده حدا اخريي و سريع كرتا تكلنا حديث قيبي سي وان marka aada waxay ahayd san horeba u soo sheegney quraysh baad dajisay dhaqan far badan oo waxay lahaayeen aan asal lahayn oo iyagu ay dajisteen dadka korka imaadka ee afaqiyinta la yiraahdo yaa waxay u dajiyeen ruuxu dawaafkiisa ugu horeeyo markuu kacbada imaado ama baytka imaado in uu san dharkiisa ku dawaafay dar ayagu ay siiyeen bas lagu dawaafi kara waa sheeka iyaga ay la yimaadeen ila moogtay nin walba meeshu joogo wuxuu gaa in looga yara dambeeyo isagu u yara taliyo dadka kontrool u raba marka dharka naga ku dhawaaf warka anagu muxuu qaba ma iska dhiga baad ku dambaabteen bilay anaga naga qaata dhar aad ku dhawaaftaan hadii ay iyagu dharka u diidan kiisa wuxuu ku dhawaafay marka muxuu ahaay uu watay laakiin waxay ku qasbayaan hadii kii aad la timid ku dhawaafto kaanaga aad ka tagto marka dhawaafka saa isaga uga baxdaba waa inaad dharka meesha kaga tagto maadaama aad ku dhawaaftay dharkaaga aad ku dhawaaftay fur meesha ku kaga tag oo dalaw calal baaba la qabay labadiiba hadaa digto maxaad ku tagi meesha dhar badan lama haystee saas daraadeed baa waxay sameen jireen si kale yeelan markay waayeen intay dharka dhigtaan bay iyagoo qaawan dhawaaf jireen rag iyo dumarba kii mar la siiyana hel kii mar waayana mariisa intuu dhigtu dhawaaf jiray isagoo muriga gacan marka taasa laga hadlay caadada marka jahiliga ah ee quraayshi sameysay bu nabigu burinaya sallallahu alayhi wasallam markuu leeyahay la yatufu bil bayti uriyan warkaasi war jirama in awrada la astura marka la dhawaafayo shartina ay u tahay dhawaafkas asxiddi sawa madhab al jumhur oo wuxuu ilayhi ruuxi isagoo qaawan dhawaafa dhawaafkiisu ma saxayo وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء شيء يقوله وبدأ وكبل الله به إساق النبي النبي وكبل الله صلى الله عليه وسلم
حين قرتي قديمة وصوت قلي مجالة يعني ويبيد معها بيت كيمد أنه يسوي توضاء ويستيبه ثم كدي من الطواف وضواف بالبيت كعبة وضواف متفق عليهما لو لا حديث به ومتفق يعني يحو كتوسة يا النبي صلى الله عليه وسلم انتو سن كعبة الطواف ويسقط. طيب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي كورن قال النبي انه يرى الحائض اوين تعالد قبطاي تقضي ويقودن يساء المناسك عماشة كلها بمانتد بيقودن إلا الطواف الضواف كموي. طيب يعني انت عادد قبطو كعبة ما الضواف كرت لان ظاهر معه صوبة لكن عماشة كلو رمب يسمين كرت ومحاكم إذا عماشة سعيك كامل وهو الدليل بشيخوي وهو حديث كان الدليل وحو الدليل وياهي على جواز السعي سعيق الصفية مروض لحظوضاء إنو بنايهي مع الحدثي أساقو حدث قبل روح حدث كاسي أما كي ويناي قبيس كواتشبيني هالنقض أما كي راي ويسيد واتشبيني هالنقض سعيق إنا إنا الشرط أو أهين طهارده يو الدليل وياهي حقا لقا قادنا يا وحا لقا قادنا يا تقضي المناسك كلها إلا الطواف مركا سعيق كل هذا سوقليه way way dawaafka kartaa mid say ku iman kartaa midalan waxay ku iman kartaa inay sacyiga hormariso dawaafka waka hormariso oo culimada qaar ba qaba in sacyiga la hormari karo oo tartiibku san laazim yahay ama ma aha markay dawaafkii sameysay oo dawaafkii ka baxday oo sacyigii gashay ayaa caadadii ku dhacday waxay sameeyay markay sacyigeeday sameysani laan la dawaafka umay shardi oo ahay dawaafkii way soo dhameysay سعيه يدعى على قبطي مري مرك ساسو معنا ساسو الدليل وي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهما أنها يدعى قالت وحي تري خرجنا وان بحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي تشيرن كيسا أيام بحنا لا نذكر أنه شيئين إلا الحج حج موي حتى جئنا إلى أنو نمد بسريف إلى أنو نمد سريفة ميش ليلة فطمثت وان عادو ذبتر حيث كي عادة ليك عادة يقول عاي فدخل علي وحي إيسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إيسو قال وأنا أبكي أنا أوي فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم ما لك محاكو سقنا هذا لعلك نفستي ما دعي كرتا إناد عادوتي إن عادذي قول عاد فقال الوحي تري نعمها عادذي قول عاد قال مركز النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان شيء شيوي وكتبه الله الله وقري عز وجل على بنات آدم آدم عرور قبلهيس كبده آذن ودلي كركض وكل لازم ييوا افعلي سماء ما يفعل الحاج حاج وحو سماء أوطن سماء غير لكن ألا تطوفي إن آذن طواف بالبيت كعبة إن آذن طواف غير ألا تطوفي إن آذن طواف بالبيت كعبة حتى تظهري إلى الظاهر نقطي إلى الظاهر نقطه أدم حواء هاي قبيسة تولي بس دي روايك لتنوامس متفق عليه ديقو كاقو قبيس نولي بعد قدرت ولمسلم وحوسنا في رواية فقضي قلاب قذب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي وحقوقت الحاج حاج وحقوقت حاج وحل إلى هذا وروح أعماش حاجك كل حجرة لكن روح أعماش حاجك صورة ما يستوى قريق سيم الحاج لما ده ورسو مالي ويوركاس يا حاج هبل وابا تشاقع الله قريق صوالي دو تشاقوين كي قدرت شيخ إيو معلم إيو أو إيو حاج إيو حاجك مرك واحد شجت شجوين ككمل واجي هري يران تر واجي حاجك تيجتان كي صدقك أي راية بمر عصب حي لكن هذا ده المهم يشين تر كه بس واحد شيء سوين حاجك الله هم عمل قد وده دائما مش الرجع هري وقاطب الله دينا إن ده ضم بإنتو سهل أنا ده الله قد دايو أدو سيل يده هذا بقى إن روح سوى حاجك كسر بحي حاج الله عرف الشرع ده ما عرفك الشرعي وانتو عماش حاجك ونحجره ونبا حاج الله دي صار معنا. طيب فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي لكن ما طوافي سدوي بالبيت كعبدا حتى تغتسلي إلى أدقى بيست. طيب حديثة واحد لو دلي شدي طوافك إنو سن روحك أصحين إصغن ظاهر أهين ظهار هذا صلى الله بقى حدث كويننا ظاهر كتي قبيس كواتشبي حدث كيرنا إنا ظاهر كتو هو يسد واجبي إنا دو يسقط هذا هو يسقط بين ضواف كاغو ما أصحيه سيدان وحا قبا صحابة قار كم دا إيا التابعين تا أئمدنا وحا مري مام مالك شافعي أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية أبو ثور أئمدنا سام مري وله
dawaafku ma asaxayo dahara la'aan. Jumhuurtaasi sida ay wax u dalishanayaan, horta waxaa kala gedisan xaydka haweenta xaydada inaysan dawaafi karin way isla ogolyihin. Allahuma haddii dadkay la socotayna ka tegayaan, joogidna ayna u fududayn, duruufahan hadda jiro oo kale ayaa a'imada qaarkood xaalad noocaas oo kale daruuray ka dhigayaan, oo Ibnu Taymiya iyo culimada sunnada rabbadan hadda jooga uu ka mid yahay Sheekh Ibnu Baaz iyo Ibnu Cuthaymiin iyo waxay leeyihiin way tawaafi waana daruuro. Ibnu Qayyim baa ka mid ah oo baxti fiican ka qoray. Marka xaalad noocaas oo kale mooyaane, laakiin caadi ahaan haweenta xaayadada way isla ogolyihin. Xadadka weynna waa ku dhow yahay oo qabayska waajibinaya sida janaabada oo kale, laakiin waxa dooda adag ka jirta waa weysada. Waxay u dalishanayaan jumhuurtu marka xadda weysadu inaysan dawaafku asaxaynin weysa la'aan, xadiidkaas nabigu inuu weysaystay oo ficilka ah, waxay ku xoojinayaan ficilkaasi wuxuu bayaan u yahay nabiga hadalkiisu uu yidhi khuduu cannii manaasikakum, iga qaata acmaasha xajkiina. Marka amarkaas ayaa ficilkiisoo dhan lagu fasirayaa, wuxuu sameeyo dhan waajib buu noqonayaa haddaan qariino loo helin kutusaysa inuu mustaxab iyo sunna yahay. Masaladaasi marka masaladoodeedu saalan tahay ma aha bayna alculamaa in ixtiyaad la qaato muxuu ahaayey la dahaaro qaataa fiican. Baabu dhikri illaahi ilaahi xusidiisu baabu yahay fi tawaafi dawaafka dhexdiisa. Hadii he haddii adigoo dawaafka ku dhex jira uu kaa buro weysadu kaa jabto, waxay ku xidhan tahay maxaad ku qanacsantay, maxayse culimadu kuu soo sheegeen. Haddaad ku qanacsan tahay inay dawaafku uusan weyse la'aan asaxaynin, waa inaad ka baxdo soo weysisato hadiise. Laakiin aad ra'yiga kale ku qanacsan tahay waad wadanaysa. Marka masale khilaafkaasi iyo sidii adiga hulba aad qanaacadaadu tahay iyo sidii kuu xoog badan iyo culimadu say kuu sheegeen bay ku xidhan tahay macna. Tayib, baabu dhikri illaahi alla xusidiisu baabu yahay fi tawaafi dawaafka dhexdiisa. An cabdillaahi ibnu saa'ib qaala, wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam rasuulkan maqlay oo yaquulu leh bayna rukni alyamaniyi walxajari, rukniga yamaaniga iyo dhagaxa madow dhexdooda isagoo leh rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaab annaar, isagoo ducada akhrinaya labada rukni ee yamaaniyinka inta u dhaxaysa markuu marayay. Rawahu axmed dawri wa abu daawuud wa qaala, wuxuuna yidhi abu daawuud bayna ruknayni. Tayib, xadiidkaas waa xadiis sugan, waxaa saxiixinaya ibnu xibaan, xaakim dahabi baa ku waafaqay, kadalika ibnu jaruud, sheekh albaanina wuxuu leeyahy waa xadiid xasana, wuxuuna tilmaamayaa marka labada yamaaniyeynka dhexdooda la marayo in ay ducadaasi mashruuc tahay, rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana. Tayib, waana halka duco ama halka dhikri ee soo arooray dawaafka meel ka mida ku soo arooray waa ee asaxay. Markii isaga laga tago wax duca ah ama dhikri kaloo khaasa oo dawaafka ku soo arooray oo sugani ma jiro. Haddaad doonto qur-aan akhri, haddaad doonto ducayso, haddaad doonto subxaanallahi ilaa ilaah muxuu ah dhikriga wad, muxuu ahay wax alla wixii uun ilaahay raalli gelinaya waa kuu furanya, wax khaasa ma jiro. Saa markaan idhaahno waxaa meesha ka baxaya kutubtii aan xalay mise habeen hore idiin sheegay yaryarka ahay caamadu wateen, oo qaar badani ay leeyihiin wareegga koowaad ee dawaafka waxaa akhri, wareegga labaadna taas akhri, wareegga saddexaadna ilaa uu wareegga toddobaad mid walba wax gooniyu u sameeyey. Waxaasi wax nabi maxamed ka sugan maaha. Wadaadoon baa ku ijtihaaday taxdiidaadka noocaasna wax lagu ijtihaadi kara maaha, waa wax shaarican in laga helaayo. Nabigii iyo saxaabadiisii haddaan laga haynin adiga ayaa dadka u daji ku yidhi mashaariic baa taa adiga. Marka warkaasi war jira maaha, waa furan tahay masaladaas. Labadaa tiir dhexdooda marka la marayo rabbana aatina fi dunya xasana ducataasaa soo aragtay ducadaas. Markaad ku aadan tahay dhagaxa madowna waa kan soo sheegna bismillaahi allahu akbar laa ilaaha dadku urtan dhimale. Tayib, wixii intaa ka soo haray wax gooniya ma jiro. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كورن قال إنه يري وكيل وحلوت وحلوح الساري به
dhagaxa yamaaniga yani wuxuu ka wada arrukna yamaaniya bu ka wada waxa loo xil saaray 70 malakan 70 malak baa loo xil saaray yani rukniga yamaaniga faman qala ruuhi ilaahada marka allahumma inni as'aluka allah waxaan ku weydiisanaya al-afwa afin wal afiyata ya afiyat fi dunya wal akhirati ad-dunya akhirah dhaxdooda ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا وحي دهيا أنت الضباطا كام لقي آمين بي دهيا الله كأقبل طيب ابن ماجه بصوص ساري سنة كي سنوى ضعيف ما السقنا الذي سنوى نين ليده حميد ابن أبي سويد ومجهولة كتيرة ساس درادت با الإمام ابن عدي وحويري أحاديثه غير محفوظة حديثتي سوى حفظي صنما مركوا ضعيفة ما سكنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يسوي سميع وحو مغلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له من طاف الروح طواف بالبيت كعبد السبع تضوى ولم يتكلم عن هل إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الكام ويوحك لا يسوي كهل محتسبا اسوغو ليبا الى اجر كغا ربا ها محتسبا اذن مقري محيد ويدنبيسا محتسبا محيد با marka ay qoro محتسبا اسوغو اجر ku raadinaya arinta ayadoo ilaahay dirti ula qastaya محيد waa la tiraya anhu xaqiisa 10 sayiat 10 dambi ba laga tiraya wa kutibad waa loo qoraya lahu isaga 10 hasanat 10 hasanana waa loo qoraya والرفيع ولو كريالي بها إذا صوبتت 10 درجات 8 درجات ولو كريالي رواهما وحا وري لبدن حديث بكان هو كان يكور ريبا ابن ماجه باوري كانينا كي هوري اسغو هل سند بكو ودا يمادين هل سياق بينكو ودا يمادين شيخا كلا غوي لكن سلسي سند ويو علدي كي هورا كو جيرتين با كو جيرت او حميد بن سويد با كو جيره وانا ضعيف ما سكنا طيب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله كحيري إنما جعل واء ليالي الطواف ضوافك بالبيت كعبد اللغو وريقها اللغو ضوافي وبالصفا والمروة لوضع بورو ضحدو دل الضوافي ورمي الجماري يعني ما لها جمار تطور شدو دا انت صورا وحا الله يالي لإقامة ذكر الله إلهي ذكر جيسا استاجين تيسي أوغي ديسا تعالى كرهي يعني كعبد الضواف كذا هي جمرات كتورة شدود هي الصفية مروة لحدود الله صعده انت صورا جدد اللي قال يا وحويان لإقامة ذكر الله إلهي حسكي صلى يعني وحوي لتوسيه لها قتشيوي تعالى كرهي روح أحمد باوري وابو داود والترمذي والصححة والترمذي والصحيحي فعقلوا الصحيحي حاكم ذهبنا وقوها فقي وسيضعيف حديث سانة المامدون واللفظه ترمذي لفذيكيس وحوي إنما جعل واء ليالي رمي الجماري جمرات كتورة شدودة والسعي بين الصفا والمروة لوضع بورو دحدود الله الصعود وحاون لو يلي إنما جعل واؤون لي يلي محا لو يلي لإقامة ذكر الله بالله يلي تعالى كرهي حديث كاسي سنة كيس وضعيف وإساغونا مصق نو عبيد الله بن أبي زياد نل رضا كتيرة عبيد الله بن أبي زياد نل قداح بالدها ضعف با كتيرة سند كحديث كان هو اضرابه اسبران بربا خدعي ومر وحو وري حديث كاسقو مرفوع مرنا اسقو موقوفه شيخ الباني له وحو ليا سيده اي ثقات وريين وانو حديثكم موقوف يهي وحاكى له توليه ان لفظيغاسي وشادي يهي سيده كليته وحا يعني وحويان وحا تلمامي اسغنا بهق اديق المهم وحويان حديثكم مسقنا لكن غودهان أعماش يا مناسك تحجك يا عمره ذا روح واحد ديدن أم بالجها الله يا واحد ديدن أولاديه كروح حساسوا أروري بالجها الله يا إلا وحي حد ديدن ماشي لقوا حد ديدن يكو حد ديدنا يا لكن سجود إن أفرنت الروح وحي ذكر يا وحي قرآن أقرص يا وحي دعاء واحد جوني وناديها سكولة تين لكن جود أهان وحي على خصنا يصورن باكوفرًا وحجور جوري وحديدًا ما جرتوا مقصود كقائس جاوا ووحل الديدان وحوي تحديدات كخاص كليلية ميلبلا وح آخري ميلبلا وح آخري تاسن صلى هاي المعنى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه